الرئيس السيسي يوجه بدراسة شاملة لتطوير بحيرة ناصر والاستفادة من ثرواتها السمكية. الرئاسات الثلاث في العراق تشدد على ضرورة حماية مؤسسات الدولة واستئناف الحوار لحماية السلم الأهلي. خلال جلسة بمجلس الأمن، غوتيريش يعرب عن قلقه العميق إزاء الأعمال العسكرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة بواسطة استراتيجية متكاملة الأبعاد تضاف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التي استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم استعراض جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصة بحيرتي المنزلة وناصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ولواء طبيب بيطري إسلام عطية عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، ولواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السمكية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصة بحيرتي المنزلة وناصر. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير وتطهير بحيرة المنزلة التي تعد أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر، وذلك استمرارا لجهود الدولة ذات الصلة، حيث شهدت البحيرة تغيرا كليا ونقلة نوعية بعد إزالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها وتعميق البحيرة وتطهيرها وإزالة الرواسب والحشائش وتطوير البواغيز التي تصل البحيرة بالبحر المتوسط باستخدام أحدث الكراكات العملاقة ووقف تدفق مياه الصرف إليها من خلال تنفيذ محطات معالجة ثلاثية، فضلاً عن إنشاء طريق دائري حول البحيرة لحمايتها وضمان سلاسة النفاذ إليها وتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد، وهي الجهود التي أدت إلى استعادة الحالة الطبيعية والتوازن البيئي للبحيرة وزيادة مساحتها الكلية إلى 250 ألف فدان تحتوي على مياه نقية ساعدت على الإنتاج السنوي من الأسماك الفاخرة بها كماً ونوعاً. وقد وجه السيد الرئيس باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة بواسطة استراتيجية متكاملة الأبعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التي استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة، وذلك من خلال تطوير قدرات وآليات الصيد بها لتعزيز فرص العمل ومساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة، وما لذلك من مردود اقتصادي وتجاري وغذائي باعتبار أن البحيرات تمثل حضانة طبيعية لإنتاج الأسماك. كما تابع السيد الرئيس جهود تطوير بحيرة ناصر موجها سيادته بإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثرواتها السمكية من خلال تطوير البحيرة ورفع كفاءتها وتعظيم إمكانات الصيد بها. الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة تنمية الريف المصري على مستوى الجمهورية، وذلك من حيث إجمالي مساحات الأراضي والبنية التحتية لمشروعات استصلاح الأراضي، إلى جانب جهود توفير المقننات المائية، فضلاً عن معالجة التحديات القائمة
وذلك بالتنسيق بين الشركة ووزارتي الزراعة والري والجهات العلمية المتخصصة. وقد وجه السيد الرئيس بتدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكافة عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصري، خاصة ما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها باعتبارها العنصر الحاسم لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن صندوق مصر السيادي يطلع بدور مهم للغاية باعتباره الذراع الاستثماري للدولة المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات صندوق مصر السيادي التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط هالة سعيد ورئيس مجلس إدارة الصندوق. وشدد مدبولي خلال اللقاء على أن الصندوق يمضي في تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد. ونجح صندوق مصر السيادي في جذب استثمارات بقيمة 3,300,000,000 دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقدير الدولة لوظيفة المعلم والحرص على اختيار أفضل المتقدمين للتدريس. جاءت تصريحات مدبولي خلال استعراضه تقريرا من رئيس جهاز التنظيم والإدارة صالح الشيخ حول استعدادات بدء الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال، حيث شدد رئيس الوزراء على أن الكفاءة هي معيار الحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن مركز تقييم القدرات والمسابقات بمثابة الآلية الحكومية المنضبطة التي تمكنها من اختبار المتقدمين للوظائف العامة إلكترونيا بدون أدنى تدخل بشري، وهو ما يعلي ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة أنواع الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في كافة مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية في كافة مجالات العمل الأمني لمكافحة الجرائم بشتى صورها وتصدي للعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، وهو ما يسهم في بسط الأمن والنظام في كافة ربوع الوطن. وقد أسفرت تلك الجهود عن نجاحات أمنية كبيرة في كافة المجالات. ففي إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ظهور العديد من المحررات الرسمية المقلدة، بخاصة رخص تسيير السيارات والقيادة. وضعت الإدارة خطة بحث محكمة واستخدمت التقنيات الحديثة، وتمكنت من ضبط المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، تشكيل عصابي تخصص في تزوير رخص القيادة وتسيير السيارات، لا سيما سيارات الإعفاء الجمركي، وأقروا بنشاطهم الإجرامي. وتم ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير، كما نجحت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة والسويس والقليوبية وكفر الشيخ وبورسعيد في ضبط عدد من السيارات التي تم تزوير تراخيص سيرها. وعلى صعيد أمني آخر، وفي إطار الحفاظ على تراث مصر وإرثها الإنساني والحضاري من عمليات النهب والسرقة، فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإتجاره في مخطوطات وقطع أثرية، وبحوزته مجموعة من العملات مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة، ومجموعة من المخطوطات والمطبوعات والشهادات الدراسية القديمة، وتخضع المضبوطات لقانون الآثار وقانون الوثائق والمخطوطات.
في ذات الإطار استهدفت الإدارة شقة اتخذها صاحب مكتبة وشريكيه مخزنا للإتجار بالمخطوطات والكتب الأثرية القديمة والمجرم تداولها، وتمكنت من ضبط وثائق ومخطوطات وكتب أثرية بقصد الإتجار بها، كما نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة وبحوزته 25 تمثالا مختلف الأنواع والأشكال والأحجام وقطع وعملات أثرية تعود للعصرين الفرعوني والروماني. وعلى صعيد التصدي لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن ضبط مكتبة بالقاهرة لقيام صاحبها ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وأسفر التفتيش عن ضبط أكثر من 170 ألف كتاب دراسي خارجي. واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لكافة الجرائم، تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ من ضبط كمية من المكملات الغذائية والأدوية الطبية محظور استيرادها دون موافقة الجهات المعنية، وبلغت الرسوم الجمركية المستحقة عليها 30 مليون جنيه. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 147 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 93 طنا، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 16.5 طن أسمنت. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط أكثر من 37 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 715 قضية، من بينها 75 قضية خبز ناقص الوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 34 طن أقماح محلية. شددت الرئاسات الثلاث في العراق على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها واستقلالها، وأكدت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب بالعراق ضرورة استئناف الحوار الفاعل لحماية السلم الأهلي، مشيرة إلى أن استمرار الاضطراب السياسي يستدعي موقفا فاعلا لمنع التصعيد. التقى الرئيس العراقي برهم صالح السفيرة الأمريكية لدى العراق لينا رومانوفسكي في بغداد. وبحسب بيان الرئاسة العراقية تصدرت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية جدول الأعمال، كما تطرق الاجتماع إلى مكافحة الإرهاب والتخفيف من آثار تغير المناخ في منطقة تضررت بشدة من التغيرات البيئية. عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من التصعيد في إقليم تيجراي الإثيوبي ودعا للعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار، كما أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تجدد أعمال العنف في إثيوبيا. من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي عن قلقه العميق من تجدد القتال في شمال إثيوبيا بين الحكومة ومتمردي تيجراي ودعا إلى وقف التصعيد. وفي بيان للاتحاد الأفريقي دعا موسى فقيه إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحض الطرفين على استئناف المحادثات سعيا إلى حل سلمي للصراع المستمر منذ نوفمبر 2020.
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرور 6 أشهر على الأزمة الأوكرانية محطة مفصلية حزينة ومفجعة. وخلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا جدد غوتيريش قلقه العميق إزاء الأعمال العسكرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية. ما زلت أشعر بالقلق إزاء الوضع في محطة الطاقة النووية الكبرى في أوروبا في زابوريجيا. إن أضواء الإنذار تومد أي تحرك قد يعرض للخطر النزاهة الحسية والأمانة والسلامة المحطة النووية أمر غير مقبول. يجب تفادي أي تصعيد. إن أمن المحطة يجب ضمانه. هذه المحطة يجب أن تعود لكي تكون بنية تحتية مدنية فقط. بالتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمانة في الأمم المتحدة قيمت الوضع وللنظر في بعثة للوكالة الدولية إلى هذه المحطة النووية شريطة أن يوافق كل من روسيا وأوكرانيا على ذلك. وأرحب بعبارات الدعم لهذه الزيارة وأحث على إجرائها بأسرع وقت ممكن. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا حولت محطة زابوريجيا أكبر منشأة نووية في أوروبا إلى ساحة حرب، متهما موسكو باستهداف المنشأة وقصف المناطق المجاورة. وخلال كلمته عبر الفيديو كونفرنس أمام جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا شدد زيلينسكي على ضرورة انسحاب روسيا من المحطة النووية بدون شروط. عندما تتم انتهاك سلامة أراضينا يؤدي ذلك إلى كارثة عالمية. واليوم نعرف أن الاتحاد الروسي قد حول أكبر منشأة نووية في أوروبا منشأة زابوريجيا إلى ساحة حرب. وأن روسيا قد استهدفت هذه المنشأة بالقصف. واليوم المناطق المجاورة معرضة لخطر التلوث الإشعاعي. هذا واقع. إن محطة زابوريجيا تضم 6 مفاعلات ومفاعل واحد قد انفجر في تشيرنوبيل. بعثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تسيطر كليا على الوضع في محطة زابوريجيا في أقرب فرصة، وعلى روسيا أن توقف ومن دون شروط ابتزازها هذا وأن تنسحب كليا من هذه المحطة. أكدت ليندا توماس جرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة أن واشنطن تقف بجانب الشعب الأوكراني وستواصل الدعم لكييف. وخلال جلسة مجلس الأمن اتهمت المندوبة الأمريكية موسكو باستهداف وتفكيك أوكرانيا من خلال عملياتها العسكرية الروسية. السيد الرئيس زيلينسكي، الولايات المتحدة تقف إلى جانبك وإلى الشعب أوكرانيا اليوم وكل يوم، وكل قذيفة روسية تقع على أوكرانيا تزيد من عزمنا في دعم استقلالكم وسيادتكم. بعد 6 أشهر هدف روسيا واضح ولا لبس فيه. تهدف روسيا إلى تفكيك أوكرانيا ككيان جغرافي سياسي وإلى محوها عن الخارطة العالمية. إن حملة التضليل التي تشنها روسيا تستخدم للإعداد لمحاولات أخرى لضم أراضي أوكرانية. وزير الخارجية الروسي لافروف قد أقر بذلك علنا وقال إنه أحد أهداف روسيا. روسيا ترسي الأسس الآن لضم مناطق خرسان وزابوريزيا ومنطقة دونيسك ولوهانسك. قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، قال إن موسكو تعول على حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية. وخلال جلسة مجلس الأمن أشار المندوب الروسي إلى أن الغرب يقومون بتزويد الأوكرانيين بكل أنواع الأسلحة الجديدة التي تصل إلى حيث لم تتمكن كييف من الوصول إليها من قبل. وأكد مندوب روسيا بالأمم المتحدة أنه من أجل استعادة السلام في دونباس وكذلك لمنع التهديدات الواضحة الصادرة من أوكرانيا إلى روسيا، فإنه لم يكن أمام موسكو خيار سوى شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف، حيث حيا الإرادة القوية للأوكرانيين في مقاومة روسيا في وقت تحيي فيه أوكرانيا ذكرى استقلالها. وخلال زيارته المفاجئة لأوكرانيا، التقى جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي منحه وسام الحرية، وهو تكريم أوكراني يمنح للذين يدعمون سيادة البلاد. وكانت بريطانيا حليفا قويا لأوكرانيا منذ قيام روسيا بعملياتها العسكرية في 24 من فبراير، حيث قدمت لندن معدات عسكرية وموارد تمويل وتدريبات للقوات الأوكرانية. أكد أمين عام حلف الشمال الأطلنطي الناتو يانس ستولتنبرغ أكد ضرورة استمرار مساعدة الغرب لأوكرانيا رغم أنها مهمة ليست سهلة. وذكر ستولتنبرغ أن الناتو يشهد دعما غير مسبوق من الحلفاء الأوروبيين حول العالم لأوكرانيا. وكان أمين عام حلف شمال الأطلنطي قد طالب خلال مشاركته بمنتدى منصة القرن بتضامن جميع الحلفاء مع أوكرانيا مع مواصلة الدعم لها. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن تباطؤ وتيرة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا متعمد. وعزى شويغو خلال اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في أوزبكستان، عزى هذا التباطؤ إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، مشيرا إلى أن موسكو اقترحت العديد من المبادرات لحل تلك الأزمة. نحن اقترحنا تضافر المجهودات الرامية لإحلال السلام واستتباب الوضع في أوروبا، ولكن الولايات المتحدة رفضت الالتزام بالضمانات الأمنية الروسية بشأن الوضع الحيادي لأوكرانيا، وأيضا توجهلت بالنسبة لنا المسائل الخاصة لعدم التوسل ناتو شرقا والتخلي عن إجراء مناورات عسكرية قرب حدود الاتحاد الروسي، وكإجراء أو كشن حرب هجينة اختيرت أوكرانيا لتحقيق هذه الآلية العسكرية أو ورقة العسكرية. دخلت الأزمة الأوكرانية شهرها السابع مع تشديد الدول الغربية الداعمة لكييف وروسيا لهجتيهما إزاء النزاع. الأزمة لم تعد روسية أوكرانية، بل أصبحت صراعا عالميا معقدا ومتشابكا من حيث التداعيات والتأثيرات. 6 أشهر مرت على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، 6 أشهر تغير فيها شكل العالم وتعددت الأزمات، بل أصبحت نقطة تحول في العلاقات والتوازنات الدولية. ورغم المحاولات الحثيثة لرأب الصدع ووضع حد للأزمة التي أتت على الأخضر واليابس، لا نهاية تلوح في الأفق مع تمسك الطرفين باستكمال الصراع. البداية كانت في 24 من فبراير الماضي، عندما أعلن الرئيس الروسي بوتين إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا دفاعاً عن منطقتي لوهانسك ودونيتسك اللتين اعترف بهما عشية بدء العملية العسكرية. المرحلة الأولى للتحرك الروسي تركزت على استهداف مختلف المناطق الأوكرانية وخاصة محيط العاصمة كييف التي عمل الروس على محاصرتها وتطويقها. ومع تصاعد وتيرة الدعم العسكري الغربي لكييف بأسلحة نوعية، رغم التحذيرات الروسية المتكررة من مغبة ذلك، أعلنت موسكو بعد نحو شهر من بدء العملية العسكرية دخول المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية والتركيز على تحرير دونباس الشرقية، وهو ما نجحت فيه إلى حد بعيد عبر تقدمها الميداني هناك، مسيطرة على معظم المناطق في حوض دونباس الاستراتيجي، ولا سيما مدينة ماريوبول، بعد معركة دامية وحصار طويل على مدى شهرين لمصنع أزوفستال الذي كان آخر معقل للقوات الأوكرانية فيها. وبعد سيطرتها على مدينة ليسيت شانسيك الاستراتيجية شرق أوكرانيا، أعلنت روسيا سيطرتها بالكامل على كافة مناطق لوهانسك في 2 يوليو الماضي، كما نجح الروس أيضا في التقدم جنوبا وفي السيطرة على غالبية المناطق على الشريط البحري الجنوبي على بحري أزوف والأسود، ومن أهمها مقاطعة خيرسون التي أحكمت السيطرة عليها في 16 من مارس الماضي، بما أتاح للقوات الروسية السيطرة على رئة أوكرانيا البحرية والتحكم بحركة الصادرات والواردات منها وإليها،
كما أن السيطرة على خيرسون فتحت الباب أمام الربط البري بين الأراضي الروسية مروراً بإقليم تومباس وإلى شبه جزيرة القرم. وبعد أشهر من النزاع وتحديداً في 5 أغسطس الجاري دخل استهداف المواقع النووية على خط الأزمة، حيث تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا النووية جنوبي أوكرانيا والتي سيطرت عليها القوات الروسية بعيد بداية الحرب، ما بات يهدد بواقع كارثة نووية قد لا تقف سمومها عند تخوم القارة الأوروبية فقط. وبينما تتواصل العملية العسكرية، شرعت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في فرض حزم متصاعدة ومتتالية من العقوبات على روسيا، والتي تسببت في حدوث أزمة اقتصادية عالمية طالت أمن الطاقة والغذاء في العالم بأسره. إلى ذلك تتواصل الأزمة التي دخلت شهرها 7، لكنها لم تعد أبداً روسية أوكرانية فقط، بل أصبحت صراعاً عالمياً في انتظار حل ينقذ أطراف الأزمة والعالم بأسره من تداعيات قد لا يحمد عقباها. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. انكماش اقتصادي منطقة اليورو مجددا مع تزايد التضخم للشهر الثاني على التوالي. أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحا أمام المجلس الأوروبي القادم بشأن وضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي على مستوى التكتل الموحد. وأرجع رئيس الوزراء الإيطالي هذا الاقتراح الأوروبي إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والغاز وصلت إلى مستويات غير مستدامة. وأضاف دراغي أن الاتحاد الأوروبي وجد نفسه أمام إمدادات غير مؤكدة من جانب شركة غاز بروم الروسية، وفي ذات الوقت تكاليف متزايدة. تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي في أغسطس للشهر الثاني على التوالي وسط تضخم متزايد بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز لمديرية المشتريات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في 18 شهرا، فيما أضر ارتفاع الأسعار بالطلب على الخدمات وإمدادات التصنيع. كما تراجع مؤشر مديرية المشتريات من 49.9 في يوليو إلى 49.2 في أغسطس. حذرت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني من انكماش الاقتصاد الفرنسي في أغسطس الجاري، حيث يعد الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصادات أوروبا، منوهة إلى أن أوروبا بأكملها على شفا الركود وستدخل هذه المرحلة إذا استمر الصراع في أوكرانيا. وأشارت وكالة ستاندرد أند بورز إلى أن الانخفاض في النشاط العام يرجع بشكل رئيسي إلى الضعف العام في الطلب، نتيجة لذلك تباطأ نمو التوظيف، مما يعكس أيضا مزيدا من التراجع في الثقة. أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن المصارف المركزية في كافة أنحاء العالم تقوم برفع الفائدة لمكافحة التضخم. هذا ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 4 مرات منذ مارس الماضي، وتتجه الأنظار إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 21 سبتمبر المقبل، حيث يطرح رفع حد آخر لمعدلات الفائدة بنصف أو حتى 3/4 نقطة مئوية. يواجه العالم مرحلة جديدة وتضخما يأكل كل الثروات العالمية، ولهذا السبب يعتزم محافظ المصارف المركزية في العالم عقد اجتماعهم السنوي الكبير آخر أيام الأسبوع في مدينة جاكسون هول بولاية وايمونغ الأمريكية. الاجتماع يأتي لبحث رفع معدلات أسعار الفائدة في مواجهة موجات التضخم القياسية والمتتالية ولتجنب دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. هذا وتتجه الأنظار إلى تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جروم باول
حول الخطوات المقبلة التي سيقوم بها المصرف المركزي الأمريكي، ويعقد الاجتماع في الوقت الذي تشدد فيه المصارف المركزية في كافة أنحاء العالم تقريبا سياساتها المالية لمكافحة التضخم. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن عرقلة الانتعاش الاقتصادي نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي سببتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتصعيد العسكري الصيني حول تايوان بعد أشهر قليلة من الانفتاح الذي شهده الاقتصاد العالمي تدريجيا بعد أكثر من عامين من بداية جائحة كورونا التي شلت الاقتصاد العالمي وكبدته خسائر بمئات المليارات من الدولارات وعرقلت سلاسل التوريد العالمية. هذا ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 4 مرات منذ مارس الماضي، وتتجه الأنظار إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 21 سبتمبر المقبل، حيث يطرح رفع حد آخر لمعدلات الفائدة بنصف أو حتى 3/4 نقطة مئوية، في حين بلغت معدلات التضخم في الولايات المتحدة 9% في يونيو الماضي في رقم قياسي لم تشهده الولايات المتحدة منذ 4 عقود، وهو معدل تجاوز توقعات محافظ البنوك المركزية. وتقلص الناتج المحلي الداخلي الأمريكي في العام الحالي بما يتوافق مع تقارير تفيد ببداية ركود متوقعة، رغم أن خبراء يستبعدون إمكانية الركود في الاقتصاد الأمريكي بسبب صلابة سوق العمل الأمريكي وبلوغ معدلات البطالة 3.5%، وهو ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. وفي منطقة اليورو وصل ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي جديد وهو 8.9%، بينما سجلت بريطانيا معدلات تضخم بلغت 10.1%، وسط تقارير وتصريحات مسؤولين بريطانيين استبعدت حدوث ركود اقتصادي. رصدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تفاقمت بسبب أزمتي جائحة فيروس كورونا والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا على قطاع التصدير في دول جنوب آسيا وتزايد المخاوف من أزمة طاقة شديدة. واستشهدت الصحيفة في ذلك بدولة بنغلاديش التي أوضحت أنها كانت في السابق واحدة من أفقر دول العالم قبل أن تصبح ثالث أكبر مصدر للملابس بعد الصين وفيتنام، ولكن حاليا تعيش في خضم أزمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أدى إلى نقص في الطاقة وارتفاع فواتير الاستيراد التي أدت في بعض الحالات إلى إجهاد قدرتها على مواكبة مدفوعات الديون. قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 421.7 مليون برميل، وانخفض مخزون البنزين 27,000 برميل إلى 215.6 مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 661,000 برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 111.6 مليون برميل. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في الساحل الغربي لتايوان صباح اليوم، وتجري تايوان مناورات متقطعة ردا على المناورات الصينية المتواصلة قرب مضيق تايوان، وكذلك ردا على الاختراقات الصينية لمجالها الجوي. كان الجيش التايواني قد أعلن استعداده وقدرته على حماية الجزيرة من أي عدوان محتمل. تواصل الولايات المتحدة الأمريكية مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وتشمل المناورات والتي تعد الأكبر منذ عام 2018 تدريبات ميدانية مشتركة برية وبحرية على صد هجمات والقيام بهجمات مضادة، وتستمر تلك المناورات حتى مطلع الشهر المقبل. تأتي هذه المناورات عقب تصريحات أدلى بها الزعيم الكوري الشمالي الشهر الماضي باستعداده لتحريك قدرات بلاده النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوزرائه في أول اجتماع وزري للحكومة في أعقاب إجازة الصيف التي تخللها جفاف وحرائق غابات كبيرة والحرب في أوكرانيا. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Aujourd'hui, jour pour jour, la guerre a repris il y a 6 mois en Europe, depuis le 24 février, et en ce jour qui est celui de l'anniversaire des 31 ans d'indépendance. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء العالم زاد لأكثر من الضعفين ليصل إلى 345 مليون منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا والصراعات وتغير المناخ. وتوقع برنامج الأغذية أن يزيد عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الفترة المقبلة بشكل أكبر بسبب تغير المناخ والصراعات. كما أوضح برنامج الأغذية العالمي أن تأثير التحديات البيئية يعد عاملا آخر مزعزع للاستقرار يمكن أن يكون محركا ومسببا لندرة الغذاء واشتعال الصراعات والهجرة الجماعية. ونتحول إلى ملف حياة كريمة، حيث نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرى مركز فارسكور ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وأوضحت مديرية الصحة أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة المتخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافلة الطبية بتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية، بتميز بميزتين أساسيتين. الأولانية إن هي بتوصل الخدمة للمواطن لحد عنده، تسهيلا على أهلنا من كبار السن واللي ما بيقدروش يوصلوا لأقرب مستشفى مركزي ليهم. الميزة التانية إن الخدمة بتقدم مجانية تماما، وده طبعا بيخليها خدمة متميزة جدا اللي بتقدم إدارة الصحة. بنحاول إن احنا نرفع من جودة الخدمة المقدمة، بنوفر فيها كل الاحتياجات الصحية للمواطن. احنا من خلال التثقيف الصحي بنعرف المواطنين بالأمراض المعدية اللي موجودة في المجتمع اللي احنا موجود فيه، بنعرفهم بالتطعيم وخاصة تطعيم كورونا في الفترة الحالية، بنهتم بتوعية المواطن بأهمية أخذ تطعيم الكورونا بجرعاته كاملة، مش جرعة واحدة أو اتنين، لا بنكمل الجرعات بتاعتنا كاملة، بنعرفهم بالأمراض المعدية اللي موجودة في المجتمع، بنعرف المواطنين كمان على الخدمات الصحية اللي بتقدمها القافلة من خلال توعيتهم بأخذ العلاج المناسب وتناول العلاج في مواعيده والأمور الخاصة بالحفاظ على صحة المواطن. تقارير طبية بتحويل المريض بعد الكشف في العيادات المختلفة في القافلة، بتحويله إذا تطلب الأمر إلى المستشفيات المركزية التابعة لمديرية الصحة بدمياط، بيقوم باستكمال علاجه من حيث إجراء عملية أو استخراج قرار على نفقة الدولة. العلاج متوفر والعيادات كلها موجودة، بطنة وجميع التخصصات. احنا حضرتك العلاج موجود بالمجان والأشعة، وفي أشعة وفي تحاليل. جينا القافلة الطبية جات لنا هنا تكشف على الناس على المواطنين، وفي الحقيقة في موجود هنا كل التخصصات. بيجي المريض بيقول شكواه، بيتلقاه الطبيب المختص وبيقوموا بها على الفور كشف زي ما يحتاج، وبيصرفوا له العلاج دايما على الفور، وإذا لزم له تحويل لمستشفيات خاصة بيحولوه.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الحالي الدرجة الفعلية في امتحان الدور الثاني. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على أنه يسمح للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول دخول امتحانات الدور الثاني لتلك المواد حسب قواعد الدور الثاني، والتي تنص على حصول الطالب على 50% من الدرجة المادة ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات. تحرص الحكومة في إطار التوجيهات الرئاسية برفع كفاءة العنصر البشري وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل فعال وميسر، وهو ما ظهر جليا في مراكز التطوير التكنولوجي التي أنشأتها الدولة. في هذا الإطار يقدم مركز التطوير التكنولوجي بمدينة أسيوط كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي لكونها أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية. تقدم وتطور ملموس في منظومة التحول الرقمي في مختلف المحافظات لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة ويسر. تطور يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة العنصر البشري وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل فعال وميسر، وهو ما ظهر جليا في مراكز التطوير التكنولوجي والتي أنشأتها الدولة. هنا في أسيوط تم إنشاء 13 مركزا للتطوير التكنولوجي كانت بمثابة نقاط تحول هامة في تقديم الخدمات للمواطنين. طبعا أنا بتلقى الطلبات عن طريق الكمبيوتر، الطلبات كلها مميكنة، المنتج اللي بيطلع من عندي مميكن، بطلع رخص محلات، رخص إشغالات، رخص إعلانات، رخص بناء، رخص هد. طبعا كل الطلبات دي مميكنة، ممكن المواطن يتابعها عن طريق الانترنت عن طريق موقع الوزارة، وممكن تتابعها بالكيو ار اللي بياخده في استلام الطلب نفسه. احنا همزة وصل بينهم، وبنقطع طبعا التسويف بين الموظفين وكده، بيبقى في مدة محددة برسوم محددة للجميع. يأتي هذا التطور المتكامل في كافة المراكز والمدن طبقا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة. كل المواطنين بيجوا بيقدموا عندنا هنا في الدور الأول، بنستقبل كل الطلبات. الوقت بتاعهم كان المفروض بيتابع مع الإدارات فوق 10 أيام و15 يوم، احنا هنا في المركز اللي بيقدموا جميع الطلبات بينزل الموظف المسؤول عن الطلبات بياخدها في الإدارات يوزعها آخر اليوم، بيبقى أقصها من 3-4 أيام وبنرد على الموظف، فكده وفرنا له وقت وجهد ليه. مركز التطوير التكنولوجي بمدينة أسيوط يقوم كأحد أهم وأكبر المراكز بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي كونها أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية. بصراحة هو المركز التكنولوجي وفر على المواطن كتير، وفر أنا شخصيا أجي أقدم الورق بتاعي وأقدر أتابع وأنا في بيتي على الكيو آر، أتابع على المركز على وزارة التنمية المحلية، أقدر أتابع في أي وقت. كمان هنا الأخوة الزملاء يعني أو الأخوة الموجودين بيقدروا يساعدونا تليفونيا، بينصحونا، يقدروا يوفر علينا كتير، ما بيتأخروش علينا في حاجة. يأتي هذا التطور في منظومة التحول الرقمي ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين. والآن نتحول لمتابعة أخبار المال والأعمال مع الزميلة رغدة أبو ليلى. أهلا بك رغدة. شكرا لكما إلهام نمر وياسر عبد الستار. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا
وزير البيئة والزراعة وتنمية الريف القبرصي كوستاس كاديس والسفيرة القبرصية بمصر بولي لوانوا والوفد المرافق. وخلال اللقاء أكد وزير البترول على متانة العلاقات المصرية القبرصية قيادة وشعبا، والتي تسهم في دعم التعاون الاقتصادي والعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أن التعاون بمجال البترول والغاز يمثل أحد المحاور الهامة في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتطرق الحوار إلى أهمية القمة العالمية COP27 للمناخ التي تستضيفها مصر بشهر نوفمبر المقبل. من جانبه أكد الوزير القبرصي على أهمية انعقاد قمة المناخ، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب قبرص بدعم جهود الحكومة المصرية لإنجاح المؤتمر. استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة والتصنيع الحيواني والسمكي الأوغندي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بالمجالات الزراعية المختلفة بين البلدين. أكد وزير الزراعة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، معربا عن تطلعه لانطلاقة جديدة تعزز أطر التعاون بالمجال الزراعي وقضايا الأمن الغذائي بصفة عامة بين البلدين. واتفق الجانبان المصري والأوغندي على تعزيز التعاون بمجال الثروة السمكية والحيوانية، فضلا عن تعزيز التجارة البينية بالمجال الزراعي بما يليق بحجم البلدين. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات القطن عام 2021. بلغ إجمالي كمية الصادرات 1,761,000 قنطار متري من أول الموسم حتى نهايته، مقابل 874,000 قنطار متري بالموسم السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 101.5% بنسبة زيادة كمية الإنتاج من القطن. وسجلت دولة الهند أكثر الدول استيراداً للقطن المصري، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 1.5 مليون قنطار متري بنسبة قدرها 87.3% من إجمالي الكمية المصدرة من أول الموسم حتى نهايته. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، وتراجع رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684,967 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10,137 نقطة متراجعا بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 10,105 نقاط. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 2,188 نقطة متراجعا بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2,163 نقطة. كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 3,130 نقطة متراجعا بنسبة 90% ليغلق عند مستوى 3,102 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.12% للشراء و 19.23% جنيها للبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 19.19 و 19.11. الجنيه الاسترليني 22.53 22.67. الدرهم الإماراتي 25 25. أخيرا الريال السعودي 5.8% 5.12%. وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاق قرض سيادي مضمون مع تونس لتزويد ديوان الحبوب التابع للحكومة التونسية ب 150.5 مليون يورو لتمويل واردات الديوان من القمح والشعير.
أوضح البنك الأوروبي أن قيمة القرض تمثل ما يصل إلى 15% من الاحتياجات الاستهلاكية السنوية لتونس. وقال البنك الأوروبي إن الأزمة الأوكرانية أدت إلى اضطرابات بالإمدادات العالمية للحبوب وتسببت بارتفاع أسعارها، وهو ما أثر بشكل مباشر على دول جنوب وشرق البحر المتوسط وبعضها من أكبر مستوردي القمح في العالم. وتؤمن تونس ثلثي احتياجاتها السنوية من الحبوب عبر استيرادها من الخارج بحسب البنك. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى إلهام وياسر، إليكما. شكرا لك يا رحمة. حذرت السلطات الصينية من أن موجات الحر والجفاف في البلاد التي تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة تشكل تهديدا خطيرا للمحاصيل الزراعية لفصل الخريف. وكشفت بيانات رسمية أن موجة الحر في الصين أدت إلى تراجع مستوى المياه في نهر يانغتسي أهم ممر مائي داخلي في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة في بعض الأماكن. وتشهد الصين منذ أسابيع موجة حر غير مسبوقة في أجزاء منها، وبلغت درجات الحرارة 45 درجة مئوية جنوب غربي البلاد. والآن جاء موعد الأخبار الرياضية مرة ثانية مع رغدة أبو ليلى. شكرا لكم إلهام نمر وياسر عبد الستار. والآن فمع الأخبار الرياضية. أهلا بكم من جديد. يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة كابتن محمد وهبة مباراته بمواجهة المملكة العربية السعودية ببطولة كأس العرب التي تقام بالجزائر. وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين منتخبنا بالمجموعة الرابعة التي تضم معه السعودية وسوريا ولبنان. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته مع إنبي ضمن منافسات الجولة 32 ببطولة دوري ممتاز. يحتل الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 64 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل إنبي المركز 13 وله 35 نقطة. تعادل نادي الإسماعيلي مع إسترن كومباني بهدف لمثله بالمباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري المصري الممتاز. ظل الإسماعيلي بالمركز التاسع برصيد 38 نقطة ليضمن البقاء بالدوري بالموسم المقبل، بينما تجمد إسترن كومباني بالمركز 17 برصيد 30 نقطة ليقترب من الهبوط للدرجة الأولى. الدوري الممتاز الإسماعيلي إسترن كومباني. بعد موسم شاق وطويل توج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للعام الثاني على التوالي، وهي المرة الرابعة في تاريخه. بعد موسم طويل وشاق حقق الزمالك لقب الدوري الممتاز موسم 2021-2022، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد خسارة منافسه على اللقب بيراميدز أمام فيوتشر بهدف دون رد، ليتوج الملكي رسميا بالدوري الرابع عشر في تاريخه. وحافظ الفارس الأبيض على لقب الدوري للعام الثاني على التوالي للمرة الرابعة في تاريخه، حيث كانت آخر مرة حقق فيها الزمالك هذا الإنجاز منذ 18 عاما، وتحديدا موسمي 2003-2004. وبدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قبل أن يرحل ويعوده البرتغالي جوزفالدو فيريرا، والذي حصد لقبه الثاني بالدوري الممتاز بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض. هذا وأضاف القائد محمود عبد الرازق شيكابالا لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003-2004-2021، ليصبح صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن واسماعيل يوسف وخالد الغندور. وبهذا الفوز ضمن الفريق الأبيض تواجده في بطولتي كأس السوبر عن الموسمين الماضي والجاري بعد تحقيقه ثنائية الموسم الماضي والتي يقابل خلالها الأهلي كونه الوصيف، فضلا عن الفوز بالدوري هذا الموسم والذي جعله يضمن تواجده أيضا في كأس السوبر الخاص بالموسم الجاري.
وصل الكأس الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم إلى عاصمة كوريا الجنوبية سول، والتي اختيرت كأول محطة آسيوية بجولة الكأس العالمية، حيث سيتم عرضه للجمهور غدا. وبدأت جولة كأس العالم لأول مرة ب 2006، هذا ويعد العرض الرابع للكأس بكوريا الجنوبية والأول منذ 2014، مشيرة إلى أن جولة هذا العام بدأت بدبي في مايو، وستزور الكأس للمرة الأولى جميع الدول الـ 32 التي تأهلت للبطولة، كما ستغطي الجولة 51 دولة. نهاية الأخبار الرياضية، عودة من جديد إلى إلهام وياسر، إليكم. شكرا لك يا رغدة أبو ليلى. والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية مرة أخرى مع رغدة أبو ليلى. شكرا لكما إلهام ممر وياسر عبد الستار. والآن فمع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مرتفع الرطوبة، يصاحب ذلك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، ليكون الطقس شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على باقي الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على المحافظات ومدن مصر. نبدأ بالقاهرة 35-26 الطقس حار، الإسكندرية 35-25، مطروح 29-23، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 36-25. ننتقل إلى سويس 36-25، العريش 31-24، طابة 38-26، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 38-28. ننتقل إلى الأقصر 42-27 الطقس هناك شديد الحرارة، أسوان 42-28، الوادي الجديد 42-26، شلاتين 40-28، أخيرا حلايب 36-27. أما الآن مشاهدينا فنستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية. أما الآن فمع لقطة اليوم.
انتهت نشرة الأخبار وعليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بدراسة شاملة لتطوير بحيرة ناصر والاستفادة من ثروتها السمكية. الرئاسات الثلاثة في العراق تشدد على ضرورة حماية مؤسسات الدولة واستئناف الحوار لحماية السلم الأهلي. خلال جلسة بمجلس الأمن، غوتيريش يعرب عن قلقه العميق إزاء الأعمال العسكرية حول محطة زابوريجا للطاقة النووية. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع يوسف الحسين. مساء الخير يا يوسف. مساء الفل. ازيك يا ياسر؟ كان بيصيف فاتتكم العالمين والله يا جماعة. باين عليك ان انا ادعوك وادعو الكل انه يروح، والله العظيم مكان رائع طبعا، ويفرح يفرح يفرح يعني. كانت حلقة جميلة امبارح اولا. لا حلوة بيكوا يعني، ده مما لا شك فيه، سواء فعلا المشروع مهم وكبير ويشرف، حاجة حاجة كويسة قوي يعني. يلا هنلحق بقى، هقول لكم اي حاجه قبل المدارس يعدوا كده قبل موسم المدارس. اشكركم واستاذكم، نبدا في التوفيق. اشكركم.